السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع المختار جميل محمد سمرين أبو أحمد. أهلا وسهلا. وهذا الجزء هو الجزء السابع من هذه المقابلة. اليوم هو 11 من أيار لعام 2010 يوم الثلاثاء. حجي بدنا نستأنف حديثنا طيب مع حضرتك يا حجي، ونتحدث اليوم عن الزراعة، عن الثروة الزراعية أو الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية. نعم. شو كانت اهتمامات قريتك عمي وأبناء قريتك في مجال الزراعة؟ تفضل يا حبيبي. مجال الزراعة عندنا أرض خصبة وكثيرة، يعني 9 أشهر الأرض أهل الكباب سهل. نعم. وكان الزراعة فيها من كافة الأنواع مثل قمح. نعم. الذرة. أي ذرة سيد؟ الذرة البيضة ولا الذرة؟ البيضة. نعم. إشعير، سمسم، عدس، حمص، يعني هذه أنواع الحبوب. في كمان نوع كرسنة، هذا طعم للجمال وللبقر. نعم. طيب عمي فول و... نعم فول كمان. طيب حجي، هذه الحبوب والبقوليات، شو زرعتوا خضار يا حجي؟ الخضار بعل. نعم. يعني بدون سقف مية. نعم. ملوخية، فكوس، خيار، بطيخ، شمام، ذرة صفراء، عين شمس. لوبيا، فاصوليا خضراء، بامية، بندورة، بطاطا، بصل. كل هذا الخضار حجي. كل هذا الخضار. طيب حجي، أشجار مثمرة. الشجر المثمر. نعم. زيتون، تفاح، انجاص، خوخ، دراك، عنب، يعني كافة الأنواع المثمرة. تين وصبر يا حجي. نعم. التين. التين والزيتون والصبر. تين وصبر كمان. نعم. ورمان. طيب حجي، كان يطلع عندكم أعشاب برية للأكل ولا فكع؟ نعم. يطلع. وقلت لك أنا كان يطلع في الزرع يعني نبات كبير، يعني طول الزرع جلثون وحبلك، بريد. بريد؟ بريد هذا له كرون زي كرون الفول. نعم. سعيسعة. نعم. الله ينعم عليك. في كان يطلع شجاع بسموه، بعمل حب اصفر هيك بيستوي ولونه نكهته زي الشمام. سبحان الله. اسمه شجاع؟ شجاع اسمه. طيب حجي، كان يطلع عندكم عكوب يا حجي؟ نعم. نعم عكوب وسعيد. وهذه اسميعة ألوف. اسميعة ألوف. طيب يا حجي، طيب حجي، كان يطلع عندكم ورود معينة؟ ورد. ورد من الله. نعم. يعني بطلع. مثل ايش عمي كان يطلع؟ ها؟ شو اللي كان يطلع عندكم؟ يطلع ألوان، يعني إشي أحمر وإشي أبيض في جوا لهذه بقعة صفرة هيك،
وحواليه زي الورود يعني. نعم. بسموه دحنون؟ يعني هيك وبابونج ومرمية وفي الصبر الفقع والحلوان. شو الحلوان؟ نبتة كنا نقطفها ونسويها بزيت وبصل. نعم. طب حجي استخدمتوا السماد للزراعة؟ نعم، كان أكثر الأوقات حتى الزرع القمح ولا هذا يكون مكنوز الله يعزكم مزابل في البلد، طبعا في أجنحة البلد مزابل مخمرة يعني من كافة الأنواع وتراكمها سنوي يعني. نعم. بعدين بنكلوها على الجمال على يسمين على كذا وبرموها قبل المطر وبحثوا بيسموه عفير مشان لما يمطر ويكون مخلوط هذا السماد تمتص التربة وتكون إغلال يعني المحصول الناتج. ما استخدمتوش عم السماد الكيماوي؟ هو في كيماوي كان الطبيعي. الطبيعي ممتاز حاجة. طيب حجي بدي أسألك عن الأشجار المثمرة يعني الزيتون التفاح النجاس العنب والتين والصبر، هل كان هذه الأشجار حجي أو ثمر هذه الأشجار بغرض التجارة ولا بغرض أبداً الاكتفاء الذاتي؟ أبداً صدقني اللي ما عنده شيء صبر في يحطه صنارة صحابين الكرم كل صحابين الكرم صنارة يعني عصا كبيرة مشان يطال أي لوح في كويس هذا مشان يقمعها يعني سبيل ما عندكش بتاخذ كاز وبتعبين وبتروح يعني صاحب الصبرات حنجي بكون حاط هذا عشان اللي يجي ياخذ. نعم نعم نعم. لا يشاور ولا شيء؟ لا يعني إذن مباشر مسموح يعني. طيب حجي العنب والتين صنعتوه أو يعني جففتوه عملتوه؟ كانوا يجففوا ويسووا قطين. والعنب يا حجي؟ والعنب كانوا مثل ما تقول مش يسووا زبيب لأن الزبيب عنب العنب اللي له زبيب يكون خالي من البذرة ما عندناش منه، أما مثل ما تقول يعني كانوا يعملوا مثل مربى. مربى نعم. طيب حجي زرعت جميز؟ الجميز شجرته من قديم زمان يعني موجود وخروب. خروب جوي ولا بري؟ لا عادي جوي يعني هيك يعني. كنتوا تعملوه تطليع عمي؟ لا والله هالناس بكوا يهدوا بعضهم للأكل بس. نعم. طيب حجي برضو الخضار كانت التجارة ولا لا؟ لا لا قضاء حاجة. قضاء حاجة يعني احنا في الدار في برية البلد. نعم. كيلو ونص دارنا 11 دنم مخصص مننا دنم بسموه قضية يعني قضاء حاجة للبيت يعني نزرع كل حاجة. طيب البطيخ والشمام حجي برضو كان لل لا ما فيش تجاري. ما فيش تجاري؟ لا لا. طيب حجي البندورة مثلا البامية الملوخية؟ نعم كله مش تجاري. طيب نشفتوها حجي؟ نعم نعم البامية على طول السنة موجودة البيت بكبة طويلة يعني مشكور. حتى بتشتي الدنيا والله عود البامية بنتج والبندورة في ناس مثل ما تقول في عنا حصاد زرع لما بكتوا السبل وبصير كمح وعجاد هذا الكش بتدخلوه لحاجات عديدة إما للنار إما للمفروشات إذا بدهم يشكحوا البندورة يسطحوها هيك بحطوها على الكش خوف ما تكون على التربة بعدين بملحوه
وبنشفوه وبيستخدموه في الأوقات اللي بتكون قليل إنتاج البندورة العادية. نعم. بيستخدموه لمية للطبخ. برضو كانت بخوها البندورة حاجة. يسويها سووها رب بندورة مية بندورة كانوا يعملوا. ولا بس تنشيف. من التنشيف. بس من التنشيف. طيب عم الفقوس والخيار كان ينكبس؟ هو اليوم هذا فيه فكوس وخيار هذا الكيماوي. صدقني إذا بنشوف المولود الخيار إنه بيصير معه سهل هذاك الأصلي. نعم. آه. طبعاً تكبس فكوس وخيار مخللات يعني قضى حاجة يعني للبيت يعني. وزيتون نفس الشيء عم كان يرص. زيتون بيسوي زيت وبيسوي جرجير. مش جرجير الورق الأخضر زي ورق الفجل. نعم. جرجير حب أسمر. نعم. زيتون بشو اسمه بخم بيسووا بالزيت هذاك. نعم. آه وهذا منه بيسووا رصيخ الأخضر ومنه بيطحنوه للزيت. طيب حجي نرجع شوي على الحبوب. الحبوب كانت أيضا للتجارة حجي ولا للاكتفاء الذاتي؟ لا ما يعني ما تقدش انه الا اذا كان يكون محصول العدس والحمص ها نعم يعني فايق عن قضاء الحاجه محتمل يكون فيها يعني شيء. طب والقمح؟ القمح نعم في بيع وفي شراء والذره في بيع وشراء. نعم. السمسم يا حجي؟ السمسم تجاري. تجاري تجاري منك بتقضي حاجتك بيسووا كراكيش وفي الطابون وشيء وبيبيعوا كمان. نعم. للمعاصر. طيب حجي كيف كنتوا تحرثوا حج؟ على ايش كنتوا تحرثوا؟ في عتركترات اصحابي من هون دار الجمل من الرملة وفي على الجمل او البقر او البغال. نعم. طيب حجي البقر والبغال مين اكثر يعني الناس استخداما تراكتورات ولا اللي عنده جمل ما بيجيبش تراكتور ولا عنده بقر او بغل؟ نعم. تراكتور. اما اللي ما عندوش نعم وبدل ما يركن على شو اسمه بحرث التراكتور مش للبذار من اجل تلقيح الارض في الشتاء لان التراكتر لما بده يحرث بيطلع كل فشور هالكد بيدمن حتى الكمح يعني. اما الاحراث الدواب نفسهم حتى في بركه شك الارض بتنشك يعني حتى يظل والفول بنزرع كمان. طيب حجي التراكتور لمين هذا اللي كان تجاري مش لنا ولا واحد من القرية عنده تراكتور؟ ما أعهد بيجوا من الرملة يجيبوا. ما بتتذكر من أصحاب التراكتورات اللي في الرملة كانوا يجروا؟ طبعا الإنتاج بيختلف بين حراثة التراكتور وحراثة ال أنا قلت لك حراثة التراكتور مش للحبوب. نعم. مشان يشك الأرض مزبوط حتى إذا صار هناك تتفتح التربة ويصير مطر المية تدخل في الأرض بعدين بحرثوا بالدواب. نعم. احراث الدواب زي ما قلت لك انت شك هيك حط تربه هذا مشان الحبه ما يصابش عليه انه ينمي ويطلع. طيب حجي وين كانت بيادر القريه؟ اكثرها في البلد. في نص البلد؟ اطراف البلد في مداخل البلد. طيب حجي في موسم الابذار وموسم الحصاد كان في عونه بين الناس؟ يا سلام يا سلام في عونه وفلان بده يحصد او كذا اللي ما عندهش كمان بتعاونوا بحصدوا. نعم. واللي له ارض إلو رجال كمان تنساش يعني إلو أولاد وإلو أخوة
وبطيحوا على زرعهم وبحصدهم. طيب حجي، لما كانوا يتعاونوا مع بعض في الحصاد او في كذا بدون مقابل يا حجي؟ نعم. كان في اهازيج معينه، اغاني معينه؟ طبعا هذه الاوائل الفلاحين يعني كان عندهم زي زجل، زي مولات، زي شيء، زي انشودات هيك محفوظات هي بينهم يعني يرددوها مشان حمسوا بعض. يعني حمسوا. مثل ايش يا حجي؟ ما بعرفش. مش معقول يعني. يعني بدك تقول انا مش فلاح يعني، فلاح الفلاح. نعم. انا موظف في حكومه. طيب حجي، طيب حجي، بعد الحصاد كان الحصاد كله في المنجل، ما اشتغلتوش على الماكينة؟ لا، في بكوا يستعملوا لوح، الله عزك، لوح دراس. باطنه مزروع فيه مناشير، شوكف منشور منها لها صف. نعم. هذا في بركفة في بتاع اللوح. نعم. اللوح كانوا يركبوا عليه، واللي هو البغل او اللي هو يفره. هذا المنشار طبعا بقطم الزرع، ما هو زرع هذا. نعم. مع انه ناشف. وبعدين الدراسه يعني مش دور دورين، بظل لما الكش يصير. نعم. طيب بعد هيك شو تعمل عمي؟ طبعا بصيروا يذروا، بنفصل التبن لحال والقصر لحال، وبتصفي البركه اللي هي الطرحه بسموها، وبصيروا في كربال غير الغربال. نعم. بالاول كربال. كربال. بهذا، وهاللي خشن وهاللي الساعه 7 مش هذا بحطوه على جال، بصير هالطرحة البركة كبيرة. نعم. بيعبوها في أكياس، ومحصول الإنسان. في عليه إشي يبيعوا، كانوا لما بدهم يتجوزوا في ناس. نعم. يطيحوا على الرملة عند واحد اسمه حسن سرحان. نعم. عنده محلات أصواف وأطلس وحرير، وجميع مطالب الفلاحين من كسوة ومن للعروس ولأهل العروس ولا ها. نعم. وعلى سنوي، على الحب، إن كان سمسم، إن كان ذرة، إن كان قمح، لما يصير الناتج طوالي بيجي اللي هو صاحب الملابس اللي أعطاها شو اسمه، وبيكيلوا له في سيارة بتحمل الشوالات وبتوديه وببيع على البزار. بغربلوا الناس حجي؟ نعم. بدك تطحن، بدك تطحن وتوكل، لازم تغربل. تغربل وتنقي وشي. حجي كان في بابور طحين ولا بابور؟ اثنين. لمين هذه البوابير يا حجي؟ للشيخ عبد القادر واخوانه. الشيخ عبد القادر عبد الحميد واخوانه طبعا نبابسه. عبد عبد الحميد النبابتي. هو اخوانه والله. نعم. تذكرهم؟ ايه. محمد عبد الحميد وحسين عبد الحميد، هذول اخوانه. لا اوكي، والثاني عمي لمين المطحن الثاني؟ لابراهيم حسن ندى واخوه علي حسن. بس هذول عبد الحميد شراكة مع دار منصور. نعم. طيب حجي شو كان ياخذوا أجر من ال مصاري؟ وبيقدروا إذا معش مصاري بيقدروا مثل ما تقول الرطل بكرش، كم رطل بدفع مصاري. طيب المطحنة الأولى تبعت الشيخ عبد القادر وين موقعها من القرية؟ في نص يعني كيف الإسفلت بشطر، زي هالصور هالمدرسة عن ال عن الاسفلت. وابراهيم حسن يا حجي؟ وكذلك مع مدخل البلد من غربه ل
طب هم يعني شخصين اللي كانوا يشتغلوا في هذه البوابير؟ نعم مشرفين هم اللي بيديروا البابور وبيشحموه بزيتوه كمان الطاحونة اللي من جوا الحوض سنوي بيعملوا له صيانة. نعم. للحجر يعني. طيب حجي شو كان ياخذوا أجر يا حج؟ مش كرسك أنا؟ نعم. كان معدل كرش الرطل. نعم. وإذا ما في شيء بنقص فوري من الكمح معادل الأجور. في عنده براميل بيديرهم فيه. ولما يصير عنده كثير كمح ببيعه. انت قلت لي امبارح هذا الكلام. حكيت لي امبارح هذا الكلام. لا. اليوم؟ طيب. انا اسف يا حبيبي. بس امبارح انه في واحد ملكيه له فلان وهذاك له ملكيه بابورين ناطحين. طيب حجي على ايش كنتوا تنقلوا القمح من البيوت حجي او من البيادر؟ شو؟ على ايش كنتوا تنقلوا القمح؟ من البيادر او من البيوت للمطحنة؟ على الدابة الحمارة. طيب الزيتون حجي كان في معصرة في ال... لا بس في حاجة موروثة. نعم. من قديم الزمان في حضان ملسة منحوثة من صخر. نعم. بس مش يعني بتهت يعني او بت يعني الاستعمال يعني لا يعني هذه زي صيني ثابت يعني ملسة وإشي وإلها مكر وإشي وحط الزيتون فيها وفي درداس بلكة في هالخملي وهيك طويل هذا حجر برضو ملس بصيروا يعملوا فيه هيك على نفس الحوض الأرضي حتى يرصوا الزيتون والعجم يطلع ويستنتجوا الزيت. طب هذه لمين حجي؟ هذه عامة يعني كلنا يعني أكثر الناس عندهم؟ لا لا. طب لمين صاحبها هاي الشغلة حجي؟ البلد. طب في معاصر حواليك حجي كنت تروحوا؟ نعم الرملة. نعم. وايضا في الرملة حجي شو كنتوا تدفعوا اجره للزيتون عشان عصر الزيتون؟ والله هذه يعني ارجوك يعني اللي عنده زيتون وكان يوديها طبعا شو مطلوب منه اجور بده يدفع قصد بس الاجور ما هي يا زيت يا فلوس. طيب حجي في كان حدا من ابناء قريتك الكباب يشتغل بالفايض يا حج؟ يشتغل ايش؟ بالفايض. والله هذه بدون ذكر اسماء بدك تقول قليل وشغلة مخرج ربناش نقول أكثر. طب كانت موجودة حاجة في القرية؟ ها؟ كان في ناس بيشتغلوها الشغلة هاي؟ سمعة يعني سمعة تسمع أنه زيد من الناس بيعامل ناس كمان اللي هم بأخذوا بالفايض ممكن يكونوا فريقين. نعم. فريق يكون بجوز محتاج ويكون فريق يكون بلعب الكوتشينه مع بعضهم وباخذوا منه وبعثوا. طب حجي كان في عندكم نظام الرهن؟ نظام الرهن بين بعضهم مش في اداره الاراضي. نعم. في حاله يعني محدود الرهن وقت محدود في حاله ما شو اسمه؟ بنفك الرهن وكل واحد بياخذ اللي له. طيب حجي حكومه الانتداب البريطاني ساعدتكم في مجال الزراعه ولا لا يا حج؟ لا لا خليك خليك يا حج خليك بعدين بعدين. احنا نصور الان ما بصير. لا بجوز بدنا نجيب طيب معلش هسه انا ما هي بعد دقيقه طيب خلينا وقف الحركه. طيب خلينا ناخذ استراحه ونتابع.